بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة قبل ما أتكلم الكلمة بالمناسبة العظيمة ديت، اسمحوا لي في الأول إن توجه التحية لروح أكتوبر وجيل أكتوبر اللي قدموا لمصر في وقت كان بنعيش في حالة انكسار وتحولت لحالة انتصار. فاسمحوا لي سيد قائد طابور من فضلك التحية لروح أكتوبر ولرجال أكتوبر. قوات الأرض العسكري، سلام سلاح. قوات الأرض العسكري، كفن سلاح. قائد الطابور من فضلك جنبا سلاح. قوات الأرض العسكري، جنبا سلاح. اسمحوا لي في البداية أن أنا أتوجه بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة مرور 42 سنة على ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وأوجه كمان التهنئة لكل الشعب العربي، لأن في المرحلة ديت في الوقت ده كان مش بس المصريين اللي هم كانوا بيدافعوا عن بلدهم وعن أرضهم وعن عرضهم، لا ده كان كمان معهم أشقائهم، زي ما ذكر كده من أشقائنا كانوا موجودين معانا هنا وكانوا موجودين مع الجيش. كانت ملحمة عظيمة جدا. الحقيقة احنا محتاجين نتوقف قدام ذكرى أكتوبر، وفي دروس كتيرة جدا محتاجين نتوقف عندها ونستدعيها بعد 42 سنة. كتير من اللي موجودين دلوقتي، مش اللي موجودين هنا، لا اللي موجودين حتى من شعبنا، ما حضروش الظروف ديت وما عاشوهاش. لأن إذا كنا بنتكلم على 42 سنة فكان قبل منها تقريبا 6 سنين كمان، يعني 48 سنة أو كده، يعني اللي عنده 50 سنة ما يفتكرهاش ما عرفهاش. زي ما أقول سنة 67 تعرضت مصر لنكسة كبيرة قوي، وتألم الشعب المصري كله. وأنا بستدعي المعنى ده لأن احنا مش هنسمح أبدا إن ده يعود تاني لمصر. لن يكون بفضل الله سبحانه وتعالى عودة مرة تانية لزمن الانهزام والانكسار، وإحنا يقظين قوي ومستعدين قوي ومعتمدين على الله قوي عشان ده ما يتكررش مرة تانية. أنا بقول الكلام ده لأن احنا محتاجين دايما في المناسبات دي نفتكر، ومش نفتكر عشان تبقى ذكرى فقط، لا احنا بنفتكرها عشان ما تتكررش، بنفتكرها عشان ما تحصلش تاني، بنفتكرها عشان ما تحصلش بشكل تاني زي ما احنا بنعيش دلوقتي بشكل من أشكال للأسف، من غير ما أزود في الكلام. عشان كده احنا محتاجين نقف كتير ونفتكر ان احد اهم اسباب نجحنا في اكتوبر 73 كانت علاقة خاصة جدا كانت وما زالت بين الجيش المصري وبين الشعب المصري. وقف كل المصريين، وقفوا الغني والفقير، المتعلم واللي مش متعلم، وقف جنب الجيش
وكل المصريين كانوا بس هدفهم حاجة واحدة، استعادة الكرامة واستعادة الأرض مرة تانية، وضحوا بكل شيء لأجل أن اليوم ده يتحقق. وفي الوقت اللي كان الجيش كمان، كل الجيش كان قدامه هدف واحد فقط، هو استعادة الكرامة وتحرير الأرض. طب الدرس اللي من هنا اللي احنا محتاجين دايما يبقى موجود قدامنا هو العلاقة بين الجيش والشعب. جيش بيحب شعبه، بيحترمه، حريص عليه، وشعب دايما واقف مع جيشه. ده درس مش عايزين أبدا في أي وقت وفي أي ظروف ننساه، ونعيش كمصريين بيه. بقول تاني، كان المصريين جيش وشعب دايما كتلة واحدة، وخلال حتى الفترات اللي احنا بنتكلم عليها ديت كان دايما الجيش المصري حريص على ان هو يبقى دايما مع شعبه. وخليني اقول لكم، انا قلت كلمتين او كلام كتير خلال السنتين اللي فاتوا، منهم قلت ان الشعب المصري، ان الجيش المصري ده يعني هيبقى دايما نصير ليكم، وعمره ما هيقف ابدا قدام ارادتكم. وانا باكد ده تاني، مش باكده عشان انا في موقعي ده، لا، انا باكده عشان دي روح الجيش المصري. هو جيش شريف وجيش وطني، جيش محب لبلاده، جيش محب لبلاده ومحب لشعبه، وهيفضل يقدم طول ما هو موجود الجيش ده هذا العطاء لبلاده. أول درس محتاجين دايما نخلي بالنا منه إن الجيش والشعب دايما دايما مع بعض. ده الدرس الأولاني اللي أنا حبيت أن أقول إن ده كان مهم إن إحنا نستعيد دلوقتي، لأن إحنا في ظروف، مش ظروف صعبة بتمر بمصر وبتمر بالمنطقة. وطول ما الجيش المصري والشعب المصري على قلب رجل واحد، ما فيش أي مشكلة ممكن تواجهنا، وما حدش أبدا هيستطيع إن هو يهزم إرادتنا، إرادة الحياة، إرادة الحياة، إرادة البناء، إرادة التعمير. الدرس الثاني اللي أنا حاسس إن أو مهم إن إحنا نتكلم فيه هو إن كان في الوقت ده برضو كان في تحرك، وكان في ضغوط بتدفع القيادة السياسية للتحرك بسرعة لاستعادة الأرض واتخاذ قرار الحرب. أنا بفكر المصريين بالنقطة دي، بقول كان في الوقت ده كان في شباب الجامعة بيتحرك وبيتظاهر عايز بسرعة إن إحنا نستعيد أرضنا ونستعيد كرامتنا تاني، ولكن القيادة السياسية في الوقت ده كانت حريصة على إن هي تاخد الوقت المناسب والإجراءات المناسبة عشان تحقق أو تنفذ القرار في الوقت اللي يحقق فيه أهدافه. مهم أوي إن إحنا نستدعي المعنى ده والدرس ده في المرحلة اللي إحنا موجودين فيها، إن القرار المناسب والإجراءات المناسبة هي دي دايما اللي بتحكم صانع القرار، لأن القرار هيبقى ليه تداعيات كبيرة جدا جدا، هو حريص على أن يتحقق النجاح المطلوب. النقطة الثانية اللي أنا عايز أتكلم فيها هي أن إحنا لينا شهداء في أكتوبر وقبل حتى أكتوبر من 67 وقبل 67 وأثناء حرب الاستنزاف ثم في حرب أكتوبر، ثم شهداء لينا دلوقتي في معركتنا ضد الإرهاب والتطرف، ضد الإرهاب والتطرف. وأنا عايز أقول وبكرر الكلام ده كتير، وأرجو أن أنتم تكراره هو تأكيده، تكراره هو استدعاؤه،
ان هو يبقى دايما ماثل قدامنا كلنا، كلنا المصريين، ان احنا نبقى منتبهين قوي ان ما يدور حولنا وكمان اللي بيدور جوانا هنا في بلادنا لازم دايما ناخد بالنا منه وما ابدا ما يغيبش عن عينينا. في هدف كبير قوي ان احنا نحافظ على بلدنا، جنب منها اي حاجه تبقى ملهاش قيمه، ان احنا نحافظ على مصر ونحافظ على شعبها، اي حاجه تانية جنب منها ما تبقاش ليها قيمه. وده امر يسقط من اجل الشهداء ويسقط من اجله المصابين والجرحى. فاسمحوا لي ان احنا برضو مره تانيه وتالته نوجه لهم التحيه والتقدير والاحترام لشهدائنا، كل الشهداء اللي سقطوا من ابناء مصر، سواء كانوا في القوات المسلحه او في الشرطه المدنيه او في اي قطاع من قطاعات الدوله. تحيه تقدير واحترام لشهداء مصر. اتعملت محاولات كتيره خلال السنين اللي فاتت لتكريم ابطال اكتوبر، والحقيقه انا هقول ان ده مش كان، يعني احنا محتاجين مره تانيه وثالثه نكرمهم مره اللي موجودين دلوقتي، ان احنا نوجه لهم تكريم عشان نستدعي الذكرى دي مره تانيه. واسمحوا لي ان انا اقول لكم ان احنا كمان محتاجين، رغم كل التوثيق اللي اتعمل في القوات المسلحه وبالعمل الفني، لكن اكتوبر ما خدتش مننا. يعني مش عايز اقول، يعني عايزين نقدم روح اكتوبر بكل، عشان الاجيال اللي موجوده، مش بس بعمل فني او عمل درامي او حتى عمل وثائقي، ولكن حتى تبقى تدرس لابنائنا في المدارس بشكل مناسب وكمان في الجامعه، عشان يعرفوا ان الاوطان دايما بتعيش بالتضحيه وبالعمل وبالعطاء. تكلم زميلي وزير الدفاع عن ان الجيش احنا بنحافظ على قوته، وانتوا خلال الفتره اللي فاتت والشهور اللي فاتت حسيتوا ان، او لمستوا ان في دايما شكل من اشكال دعم قدره الجيش. والحقيقه يمكن يبقى في نقاش يقول هل الموقف الاقتصادي يسمح لنا ان احنا يعني نصرف على الجيش بالطريقه ديت؟ انا هقول كلام ما اتقالش قبل كده، هقول كلام ما اتقالش قبل كده، وهقول كلام يمكن يكون صعب ويمكن يختلفوا معايا الناس ان انا اقوله كده. انا عايز اقول لكم الجيش المصري قعد 20 سنة، الضباط والصف والجنود ياخدوا نص المرتب لمدة 20 سنة عشان يحقق قدرة اقتصادية تساعده يمكن زي ما بقول يمكن في ناس تختلف معايا يقول لي ما كانش المفروض انك تقول الكلمتين دول. لا، انا بقولهم لكم عشان تعرفوا ان الجيش كان دايما قدام عيني مصر، مصر بس مش حد تاني، وهيفضل جيش مصر ده جيش المصريين، لن يكون له ولاء الا للمصريين، محب لشعبه بيحافظ عليه. انا قلت بس ان الجيش ده قعد 20 سنه وكان بطل الفكره دي. اسمحوا لي ان انا اوجه له التحيه ليه لوحده، السيد المشير حسين طنطاوي.
كان لازم الناس تعرف الجيش ده قادر ازاي. قادر لانه هو مدرسة فكرية واستراتيجية اشتغل بعلم وبتضحية لأجل خاطر بلدها ولأجل خاطر أنها تبقى جاهزة دايما للدفاع عن نفسها. فلازم الجيش يبقى عنده المعدات اللي تكفيه، لازم يبقى قادر على الدفاع عن بلده، وحتى يمكن يكون قادر عن الدفاع عن منطقته كلها بالكامل. وبكل تواضع إن شاء الله الجيش المصري قادر على أنه هو يأمن بلده وكمان يساهم في حفظ الأمن القومي العربي بكل تواضع. الحقيقة مهمة أوي أن احنا وإحنا بنتكلم عن الواقع اللي احنا بنعيشه في المنطقة عندنا نبص تاني وتالت على الدول اللي بتعاني وسقطت في حالة من عايز أقول كلمة ما تبقاش موجعة، لكن على كل حال سقطت وتعرضت شعوبها وأهلها اللي احنا شايفينه ده. لكن هنا في بلدنا ان شاء الله بوعي المصريين، وبصبرهم وبتضحيتهم وبعملهم وكمان بجيشهم ان شاء الله لن يكون ذلك ابدا. وعايز اقول لكل اللي بيسمعني، مصر تكفينا كلنا بأمان وسلام، ولن تستطيعوا أبدا بفضل الله إن أنتم تمسوها، ولن تستطيعوا أبدا إن أنتم فاكرين أنتم هتقدروا تهدوا مصر يعني؟ الله العظيم. حاجة غريبة جدا، انتوا فاكرين هتقدروا تدوها يعني؟ مش واخدين بالكم بقى؟ لا والله، لا والله لن يستطيع احد، وانا بقول بفضل الله قبل كل شيء لان الله معنا، ان يمس هذا الوطن وهذا الشعب. فخلونا نعيش احسن مع بعض، نبني ونعمر لينا كلنا، ما احنا كلنا مصريين في الأول وفي الآخر. خلال سنة وشوية وبجهد موفق قدرت مصر تستعيد مكانتها، واحنا ما كناش أبدا مستعجلين ولا حتى متوترين من ردود أفعال الآخرين، لأن اللي حدث في مصر في 30 يونيو حدث جلل كبير قوي، حدث كبير قوي. وخلونا نتوقف عند الحدث ده واتكلم معكم فيه مرة تانية قبل ما أقول إحنا صبرنا كتير على كل اللي كان مش عارف إيه اللي بيدور في بلدنا مصر. أنا عايز أقول لكم لكل المصريين، اوعوا تفتكروا إن في حد مرة تانية هيستطيع مرة تانية أن يعود بكم إلى الوراء. إرادتكم حرة، وكل اللي أنتم بتتمنوه بفضل الله سبحانه وتعالى هيتحقق، ولن يستطيع أحد أن يفرض عليكم أبدا إرادته، لا رئيس ولا غير رئيس، ما فيش كلام من ده. ده هم زي ما بقول كده في تغيير حقيقي حصل، وبقوله لكل اللي بيسمعني من المفكرين والمثقفين والسياسيين، حصل تغيير كبير قوي. النهاردة انت بتتكلم على دورة رئاسية تنتهي وتبقى في انتخابات أخرى، الكلام ده كان يعني كان صعب قبل كده، صعب قوي كمان. النهاردة ده طبيعي، هو ده ما يعتبرش إنجاز للمصريين؟
مين النهاردة يقدر يقول إن في حد هيستطيع يقعد في موقعه ده اللي أنا موجود مكانه فيه رغم إرادة الناس؟ لا لا، مش هيحصل تاني. ده إجراء وده خطوة عملاقة تحققت على مسيرة الديمقراطية، اللي هو اللي أنا بقول عليها هو خيار الناس. الديمقراطية بالنسبة لي هو اختيار الناس، إرادة الناس في أنها تختار طريقها وتختار حكامها وتختار حتى استمرارهم من عدمه. محدش يقدر يعمل غير كده، ومحدش هيقدر أبدا يفرض إرادته على الشعب المصري مرة تانية. بقول مرة تانية، احنا كنا محتاجين نصبر ونوضح للعالم كله ايه اللي حصل في مصر، وكل يوم عن يوم اللي قبله كان بيتأكد لكل المتابعين وكل السياسيين ودول العالم كله ان اللي كان حدث في مصر ده كانت إرادة الناس وإرادة الشعب المصري، وتفهموا ده وابتدوا يتعاملوا معانا بما يليق بمصر ومكانتها ودورها في المنطقة. كل الكلام اللي احنا قلناه لهم عن الواقع اللي موجود في المنطقة كل يوم بيتأكد صدق الرؤية، لأن هي كانت بتطرح بتجرد. بنتكلم عن الواقع اللي موجود في المنطقة بتجرد، ملناش مصلحة غير الاستقرار والأمن والسلام لكل المنطقة وكل دولها. ومصر زي ما انتم عارفين دايما بتنشد التعاون وبتنشد البناء، ولا تتدخل ولا تتآمر على حد. ده أمر كل العالم دلوقتي تفهمه وبيقدره لينا. وكان لقاءاتنا اللي احنا عملناها خلال الجمعية العامة في دورتها 70 كان ده اللي كان واضح من كل من التقينا معهم خلال هذه المناسبة يعني. ثم كمان قد ايه الدول تفهمت وبقت كمان عايزة تتعاون اكتر، وبكل تقدير وبكل احترام لمصر وشعبها. احنا بنقول الكلام دوت لان احنا كلمناهم كتير عن الارهاب والتطرف، وبنقول لهم ان احنا اذا ما كانش القضاء على منابع الارهاب والقضاء على التمويل اللي بيقدم للارهابيين والقضاء على المسارات والدول كمان اللي بتقوم بده توقف هذا التمويل، هيستمر ده لفترة طويلة جدا. والجانب الثاني اللي احنا بنقوله هنا بقى مش الإجراءات اللي هي فقط اللي خاصة بمواجهة الإرهاب، بنقول تاني تطوير وتصويب الخطاب الديني. وأنا بكرره مرة تانية وثالثة، ودي أمانة في رقبتنا كلنا، الخطاب الديني وإصلاح الخطاب الديني أمر في منتهى الأهمية، لأن كل الإجراءات اللي ممكن تنفذ إن ما كانش يبقى معاها إجراء فكري وثقافي عشان نبقى احنا عارفين ديننا كويس، وبس مش عارفينه كمان كويس، لا، احنا بنمارس هذا الدين بما يليق بهذا الدين حتى لا نسيء نحن المسلمين لهذا الدين. اسمحوا لي ان انا يعني كان لينا مصريين موجودين في موسم الحج اللي فات وسقط في أثناء مناسك الحج، أنا مش هقول عليهم غير شهداء الحج، بقدم التعازي لأسرهم المصريين وحتى لكل أشقائنا من الدول العربية والإسلامية في شهداء الحج، لأن هم ويمكن فضيلتي الإمام يعني هو مش كل الناس هتبعث على آخر موقف لها فضيلتي الإمام. طب الناس دي هتبعث يوم القيامة وهي في الحج يعني، فهم شهداء الحج.
واحنا الحقيقه لازم هنا نكون منصفين. مش معقول بعد اكتر من 1000 سنة والاشقاء في السعوديه بيقدموا خدمه الحجيج، والعيد بتاعهم دايما على مدى اكتر من 1000 سنة هو عيد في الحج، هو عيد خدمه الحجاج، وحد يتصور ان في حد ممكن يزايد على هذا الدور؟ احنا كلنا ثقه في الاجراءات اللي بتقوم بها المملكه العربيه السعوديه لخدمه الحجيج. وغير كده يبقى الحقيقه عايزين نبقى منصفين ومتجردين. يبقى غير كده لو تصور حد تاني ان ممكن غير اشقائنا في السعوديه يقدموا هذه الخدمه ويبقى مش منصف. فكل التقدير للمملكة العربية السعودية ولكل الجهود اللي بتبذل مش بس في خدمة الحجاج، لا ده خدمة الحجاج والزوار على مدار السنة بالكامل للعمرة والحج. اتكلمت اسمحولي عن تعديل الدستور، او كلمت عن الانتخابات البرلمانية، وقلت ان احنا تعبير دقيق هوضحه لحضراتكم، قلت ان احنا الدستور بتاعنا اللي احنا استفتينا الشعب المصري عليه وخد اغلبيه كبيره بيعتمد في حسن نوايا كثيره. وبعدين انا لقيت ان الناس تحسبت من هذا من الكلام ده، وانا معاهم، يعني انا اشارككم تحسبكم، بس هفكركم بحاجة. اوعوا تكونوا بتتعاملوا معايا على ان انا صاحب سلطان، انا واحد منكم، انتوا قلتوا له تعالى الحق خليك معانا عشان خاطر بلدنا. ممكن صاحب السلطان او السلطة يكون ليه تصور في حاجة زي كده، لكن انا ان شاء الله لا. لكن عايز اقول لكم على حاجة، يعني مش عايزين ابدا نفقد ابدا ثقتنا ونبقى نتشكك في اي كلمه تتقال، لا لا، لكن هقول لكم ان احنا البرلمان القادم، ودي يمكن 10 مرة اقول لكم، هيبقى دوره في منتهى الاهميه والخطوره كمان. لأن احنا المفروض ان احنا كتير من القوانين والتشريعات اللي موجودة هيتم اقرارها بواسطة البرلمان القادم، والكلام ده هيمس قطاعات كتير من قطاعات الدولة. من غير ما اسمي قطاع بعينه هيبقى ليه تشريع بينظمه غير التشريع اللي كان موجود معاه. احنا شفنا فقط تجربة، ارجو ان انتوا تتوقفوا قدامها وتعرفوا ليه انا قلت كده. لما عملنا بس قانون الخدمة المدنية اللي ما مسش استمرار العمالة اللي موجودة في القطاع الحكومي بغض النظر عن حجمها، اللي ما مسش دخل هذا القطاع رغم عبئه الثقيل على الدولة، اللي ما مسش حتى العلاوات اللي هتصرف لهم، لقينا في ناس خرجت وقالت ان القانون قد يكون جائر. ده اللي احنا هنقابله اثناء التصدي البرلمان لعمل تشريعات جديده. وكل هيئه او جهه هيبقى ليها تشريع بيتم مناقشته هتبقى بتتخندق على مصالحها. هذه الحكايه ببساطه. فارجو ان احنا يعني ناخد الكلام في إطاره ده، وأنا ما جبتش جهة بعينها. إحنا طلبنا من الأشقاء الإعلاميين من سنة وشوية إن هم يعملوا ميثاق الشرف الإعلامي من سنة وشوية. فيعني أرجو إن إحنا
ما نخرجش التصريح اللي احنا بنتكلم بيه عن معناه الحقيقي، ونخوف نفسنا ونخوف الناس. لا، أنا واحد منكم، أنا واحد منكم. مهم قوي إن احنا فاضل يمكن أسابيع قليلة وتبقى تبدأ إجراءات للانتخابات البرلمانية. مهم قوي، مهم قوي إن احنا نختار اللي هيبقى هنحمله مسؤولية كبيرة جدا جدا خلال المرحلة الصعبة اللي احنا فيها، وكمان في ظل ان هو هيبقى مسؤول عن تعديل كتير من القوانين والتشريعات. فبس مش بس مطلوب منه ان هو يبقى فقط ده، عايز يبقى عنده حتى خيال للقانون ده هيبقى تأثيره ايه لما يتم اقراره. فكل الشباب، كل الرجال، كل النساء، ارجو منكم من فضلكم ان انتم مش بس تنزلوا وتقفوا قدام صناديق الانتخابات، لا، تختاروا اللي هيمثلكم واللي انتم بتحطوا حاضر مصر ومستقبلها في ايديه. حاضر مصر ومستقبلها بتحطوه في ايديه. الحكومة والتغيير اللي حصل خلال، كان ممكن حد يقول فضل 4 شهور أو 3 شهور ويبقى ممكن يبقى فيه نغير الحكومة. نقطة مهمة ولازم تعرفوها، إن مفيش ارتباط بين البرلمان القادم وبين إن الحكومة تقدم استقالتها زي ما ناس كتير متفاهمة كده. ده مش حقيقي وده مش دستوري بالمناسبة. لا، الحكومة أي ما كانت الحكومة اللي موجودة هتقدم برنامج، إن أقر له البرلمان تستمر الحكومة عشان تنفذ هذا البرنامج. بالبساطة دي، ما أقروش يبقى تطرح حكومة جديدة. هو الموضوع بالبساطة ديت، البساطة اللي هي أقصدها مش إن المجرد إن يبقى في برلمان الحكومة تقدم زي ما كتير مننا يكون متخوف انها تقدم. لا، مفيش كده. الحكومة هتقدم برنامج للبرلمان، وعشان كده كان اول نقطة او اول فقرة في خطاب اللي تم تقديمه الرئيس الحكومة انه يجهز برنامج يتم عرضه على البرلمان خلال في اول انعقاد لها. يعني احنا لما بنختار في إطار ما لدينا من قواعد بيانات. ولازم تعرفوا إن إحنا ما عندناش مصلحة إن إحنا نختار أي حد غير مصلحة بلدنا، غير مصلحة مصر. بس عايزين الكفء الماهر الأمين، بس مفيش حاجة تاني. وأرجو إن النقطة دي أو الموضوع ده ما يتهزش عندنا. إحنا ما عندناش مصلحة تاني، ما نقدرش نضيع الأمانة. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوه متى تقوم ساعة فضيلة الإمام، قال له عندما تضيع الأمانة. قال له متى تضيع الأمانة؟ عندما يعني مش كده يعطى الأمر لإيه بمعنى الحديث، يسود المرء الغير أهله، نعطي الأمر الغير أهله. أنا أعمل كده؟ أندي الأمر لغير أهله تحت أي دعوة؟ لا، إحنا يعني فعلا بنجتهد وبنبحث بكل ما لدينا من أجهزة وقواعد بيانات عن الذي يستطيع أن يتحمل الأمانة. وأرجو نكون إحنا ننجح. وبالمناسبة من فضلكم كإعلاميين وسياسيين وحتى للرأي العام، أرجو أن نعطي الفرصة للحكومة الجديدة أنها تعمل
مش عايزين حد يبقى قلقان وهو بيشتغل. مش عايز اقول خايف، ما ينفعش نقول كلمه خايف، لكن ما يبقاش قلقان عشان يقدر يقدم لبلده. في كتير من المشاكل احنا محتاجين نتصدى ليها وننهيها. كان مهم قوي ان احنا نعمل وزاره للمصريين في الخارج، لان ده كان امر لمسناه اثناء لقاءاتنا في الخارج. كان فعلا كل المصريين بيقولوا ان احنا صوتنا مش واصل لكم، واحنا مش عارفين نتواصل مع مصر بشكل جيد. ارجو ان احنا ننجح من خلال الوزاره ديت في ان احنا نتواصل بالشكل المناسب، لان اشقائنا وابنائنا المصريين في الخارج يستحقوا مننا اكتر من كده بكتير. احنا كنا اطلقنا مشروع الشباب، واحنا قلنا ان احنا الهدف من كده ان احنا نجهز ابنائنا عشان يتولوا المسؤولية. وانا بقول مش بقى بعدنا، انا بقول معانا. احنا لغاية دلوقتي اللي تم عدد المتقدمين حتى الان 50,000، حتى الان تقدم لهذه المبادرة 50,000. وكمان جت لنا مطالب بان احنا الفئة العمرية تزيد شوية، واحنا هنعمل مبادرة تانية موازية ليها تتعامل مع الفئة العمرية من 30 ل 40 سنة. هي ننطلق بس وننفذ المرحلة الأولى ونشوف نتائج التجربة بتاعتنا هتعمل ايه، ونوسع في هذه المبادرة. احنا كنا تحدثت معكم عن المشروعات اللي احنا بنجهزها عشان نطلقها، وكنا قلنا ساعتها ان احنا لن نطلق اي مشروع الا ما يكون كل المطالب او المعطيات اللي خاصة بهذا المشروع تكون تم تحقيقها، بما فيه حتى المعدات والمقاولين ودراسات الجدوى، كل مطالب نجاح هذا المشروع. والحقيقة أنا كنت قريت مقالة لأحد كان بيتكلم ومتحسب من مشروع المليون ونص فدان، وعشان كده أنا بس هتناول الموضوع ده بمنتهى الدقة. قال لي يعني احنا خايفين ليكون الدراسات اللي خاصة بهذا المشروع ما تكونش كفاية، وأنا بقول لي ولكل اللي بيسمعني مرة تانية، لن نطلق مشروع أبدا إلا من أجل المصلحة، المصلحة العامة والمصلحة الوطنية والمصلحة القومية لبلدنا. والدراسات بتاعت المليون ونص فدان من 4 مليون فدان، مش بس على قد المليون ونص. وإحنا خلال أيام قليلة يمكن هنطلق أول 500,000 فدان، عشان بس أطمنكم إن لا الأمور ماشية وماشية بالشكل اللي إحنا بنتمناه. الجهد اللي بيتعمل في مجال التنمية حتى الآن لم بصراحة، وأنا بقول للحكومة وبقول لنفسي، ما قدرش حتى الآن ينزل ويمس المواطن البسيط اللي دخله محدود وهو صابر كتير. وأنا بقول له والله أنا واخد بالي منك أوي، لكل راجل ولكل ست ظروفه صعبة، وأنا مش بقول لك كلام يعني براضيك بيه كده، لا، أنا ببذل وبنبذل كلنا كل جهد عشان نصل إليك في المناطق المحدودة الدخل والمناطق اللي هي الأكثر احتياجا، سواء كانت في القرى أو حتى في المدن. بس أنا عايز أقول لكم على حاجة، رغم كل الجهد ده إحنا لسه يعني محتاجين جهد أكتر ووقت أكتر وصبر أكتر وصبر أكتر، لكن لازم تكونوا متأكدين إن إحنا شايفين وبنجري وبنجتهد بشكل كبير جدا جدا عشان نخفف. وده أحد النقاط الرئيسية اللي هي تم تكليف الحكومة الجديدة بيها،
سواء كان رئيس الحكومة أو وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة التموين، وهو كمان محتاج مننا جهد مشترك مننا كلنا، عشان المواطن المحدود الأكثر احتياجا نوصل له ونخفف عنه، وإحنا إن شاء الله هنوصل له وهنخفف عنه. كان طبعا اتكلمنا في احد اهم المحاور اللي الامم بتقوم عليها هو محور التعليم، واحنا سنطلق خلال ايام قليله المحتوى العلمي الدولي اللي هيتم اطلاقه لكل المصريين، المحتوى العلمي الدولي اللي هيكون متاح لكل المصريين بشكل مجاني. وكمان احنا هنطلق، يعني هيتم اطلاق الضوء على اللي انا بقوله ده، المحتوى العلمي الدولي لكل المصريين، اللي ده هيبقى اول دوله في العالم تسمح لمواطنيها، لكل مواطنيها، انها تتحصل على هذه المعرفه مجانا. ومتحركين في مشروع اخر لتدريب وتاهيل المعلمين. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، وعايز اوجه لكم لكم جميعا التحيه والتقدير والامتنان لكل المصريين، للشعب المصري، الشعب المصري العظيم. وبقول له لازم تكون متاكد ان الغد بكره افضل كتير كتير من النهارده. و يعني مش عايز اتكلم على اكتشافات ولا، لكن كل المؤشرات اللي قدامنا بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيساعدنا وهيساعدنا اكتر، واحنا كمان بنساعد نفسينا بالعمل وبالصبر وبالتضحيه. خلال السنوات القليلة اللي فاضلة إن شاء الله هنجد إنجازات عظيمة جدا تبقى ليها انعكاس كبير قوي علينا كلنا، على كل المصريين. فتفائلوا دائما واطمئنوا دائما إن ربنا معانا وهيساعدنا، ربنا معانا وهيساعدنا. نحن نبني ونعمر وما عندناش حاجة تانية، نبني ونعمر فقط، لا بنتآمر ولا بنقتل ولا بندمر ولا بنخرب. ودي سنن ربنا سبحانه وتعالى حطها في الوجود، مفيش كلام. كل سنة وانتم طيبين. فخامة الرئيس الباجي السبسي، انت شرفتنا وسعداء بوجودك معانا في هذه المناسبة الكريمة والعظيمة، واحنا واشقائنا في تونس سعداء بوجودك معانا هنا. فمرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.